واحد، السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، يدعم مشترك علمي خيار فرنسي. مرحبا بكم في التسجيل الآخر، حلقة جديدة في إطار سلسلة الفروض، الفرد رقم واحد الدورة الثانية. كيف ما وعدتكم أنني هنخدم معاكم بزاف ديال لي زيكزومبل ديال الفروض، باش هكا إن شاء الله أوغمونطيو لا شونس وتجيبو دي بون نوت. كنتمنى جميع التلاميذ إن شاء الله يجيبوا نقاط اللي هي مزيانة، وتحط فرد من أحد الفروض هادو اللي ديجا خدمت معاكم. خدمت معاكم دي زيكزومبل، دونك لاول مره غيشاهد القناه ما خسرتي حتى شي حاجه، انت ولا انت ما خسرتي حتى شي حاجه، مادام انك كتستافد دير ابون القناه وسبسكرايب ولايك هكا باش يطلع على فيديو ويستافدوا جميع التلاميذ. قد ما درتو دي لايك هكا كيطلع الفيديو جميع التلاميذ ويستافدوا ان شاء الله. بغينا حنا الافاده تعم لجميع التلاميذ ويجيبوا دي بون نوت. دونك غنبداو على بركة الله. دونك بالنسبة لهاد ليكزارسيس لي في الفرد، هذا كونسيرنو خاص بلو ترونسفير دو لا ماتيغ اي لو فلو دو لينرجي، يعني فيه طريقة الحساب ديال لو روندومون. كاين لو روندومون بيان سور دي انرجي و لو روندومون دو بيوماس. دونك تبعو معايا لا فيديو من الاول حتى لاخر ان شاء الله باذن الله، وربما يتحط لكم. وغالبا بالنسبة لو ترونسفير دو لا ماتيغ اي لو فلو دو لينرجي تحطو بحال هاد التمرين، الا تبعتو معايا ان شاء الله باذن الله غادي تفهموا مزيان. يعني الا تحط لكم شي تمرين بحال هذا راه ما غاديش تلقى فيه مشكل. دونك غنبداو على بركه الله. دونك هنايا قال لك دون اون ريجيون اوروبيان اون ا كونستاتي كو لا ملتيبليكاسيون اكسيسيف دي لابان a entraîné des dégâts importants sur les récoltes du culture. Donc, il y a quelques fois واحد المناطق ديال اوروبا لاحظوا ان لا ملتيبليكاسيون ديك الكثره بزاف ديال لي لابان ديال الارانب، شنو كدير؟ كت اونتريني كدير دي ديغا امبورطونس، كدير اضرار بالنسبه للمحاصيل الزراعيه. داكوغ، افان ديفيتي سي ديغا اون ا ديسيدي ديليميني ان غران نومبر دو سي لابان اون لور انكلو ان فيروس دونجورو. دونك بيان سور، بما ان هاد الارانب هادو تيتسبوا لنا اضرار على المحاصيل الزراعيه، شنو قروا انهم يدخلوا واحد الفيروس اللي هو خطر يضر لي لابان، يعني تيقتل لنا لي لابان. دونك سي فيروس اتان توس لي لابان اي كوزي لا مور. دونك هاد الفيروس هذا تيقتل لنا 90% تقريبا ديال في العام ديال لي لابان ديال الارانب. Après un certain temps, il y a une amélioration de la productivité des cultures. Donc, là, de nouveau, bel fait, il y a des virus ou qu'à la tsaïn, filmia, dil, les lapins. Là, de nouveau, ou la tsaïn, ou la tsaïn, ou la tsaïn, يعني ما بقاش ديك الأضرار اللي كانوا من قبل. ولكن, mais, suite à la disparition دي لابان، دونك بعد الاختفاء ديال هاد الثعالب لي غونوغ ولاو ايزون شونجي دو ريجيم اليمونتير، حيت معروفين ان بيان سور لي لابان اي سون مونجي بيان سور. بالنسبه للارانب كياكلوهم يؤكلون من طرف الثعالب، ولكن بما ان هاد الثعالب لي لابان ما غاديش يبقاو غيوليو بدلو هذا، غيبدلو النظام الغذائي ديالهم وغيوليو يتغداو اي سون غيس دي زوازو. دونك غيوليو يتغداو على الطيور، يعني ان هاد الثعالب غيبدلو الريجيم ديالهم غيوليو يتغداو على الطيور بعد ما اختفاو هاد الارانب، حيت شقداو عليهم بسبب هاد الفيروس هذا. كي سون دي بريداتور دانسيكت بارازيت دي بلونت، وهاد لي زوازو بالدور ديالهم هما مفترسين ديال واحد الحشره اللي هي يا متطفله كتطفل على النباتات. داكو، و سان سويت اون لورد بارت، و بيان سور منين هاد الطيور تيوليو كيتغداو، دونك هنايا غيوليو عندنا لي غونوغ هاد الثعالب غيوليو كيتغداو لينا على هاد لي زوازو، وهاد لي زوازو بدورهم كيتغداو لينا على هاد لي زانسكت اللي هما يا بيان سور كي هما حشرات اللي هي دي بارازيت تنقولو متطفله على لي بلونت. دونك بار لا سويت هادشي ايل فا اونتريني اون لورد بيغولي، واحد بيان سور المحصول الزراعي غادي يضيع لينا. علاش غادي يضيع لينا؟ حيتاش هاد لي زوازو ما غاديش يبقاو لينا، وبالتالي هاد لي زوازو ما غاديش ياكلونا، ما غاديش يتغداو لينا على هاد الحشرات. داكو،
وهاد ملي ما غيتغداوش لينا على هاد الحشرات، غيوليو هاد الحشرات غيطفلو على النباتات وغيصبو لينا الديدكا، يعني بحال حيدنا واحد المشكل وطحنا في مشكل اخر كبر منه. دونك في لا كيستيون الاولى باردون، en utilisant les informations fournies par le texte, c'est du sûr réaliser un réseau, le réseau autotrophique de sites écosystèmes. Et en tant qu'un des drôles de gouna coule, ha, un sabo réseau, galin un chef affaire idée, image ici c'est là idée, il y a gouna au le haja, je nous indi. عندي بيان سور في هاد السلسله الغذائيه بيان سور غادي نصاوبت لكم عندي لي بلونط داكو اللي هما لي بلونط لا كولتور، يعني المحاصيل الزراعيه. هاد المحاصيل الزراعيه اي سون مونجي بار دو، يما اي سون مونجي بار لي انسكت ديك الحشرات، ولا بار لو لابا، وهاد لو لابا اي مونجي ا سون تور بار لو رونار داكو. بالنسبه لي زانسيت اي سون مونجي بار لي زوازو، تياكلهم لي زوازو، وهاد لي زوازو اي سون مونجي كي بيان سور في الحاله ديال هاد لو غونار هذا، في الحاله فاش كيختفي لو لابان تيولي كياكل لينا لي زوازو. هادي هي بيان سور لو ريزو ديال هاد ريزو تروفيك ديال هاد الباراغراف اللي قال لنا هنايا. Ndouzo la question 2, précisez pour chacune des mailles présentées dans ce réseau trophique le niveau ou les niveaux trophiques correspondants. قال لك كل حلقه من هاد الحلقات، يعني هاد لي كولتور لي بلونط لو رونار لانسيكت و انسي دو سويت، كل حلقه من هاد الحلقات غادي نحدو لي نيفو، واش سو سون دي بروديكتور، واش سو سون دو كونسوماتور، كونسوماتور بريمير ولا سكوندير داكو. نحدو بالنسبه لي بروديكتور هنايا المنتجو فهاد الشبكه الغذائيه اللي شفنا، هما لي بلونط هما الوحيدين اللي كاينين بروديكتور كنزلهم كوند بي. لو كونسوماتور بريمير، لو كونسوماتور بريمير هما اول وحدين تيتغداو على لي بلونط اللي هما يا العواشي، وكاين لي انسكت وكاين لابا داكو. ها هما لي انسكت اي لابا. بالنسبه لي كونسوماتور سكوندير هما اللي كيتغداو على العواشب، لي زوازو هما كيتغداو على العواشب، او بيان سور لو رونار هو كيتغدى على هاد لابان اللي هو عاشب داكو. باردون لي كونسوماتور سكوندير هما لي زوازو، حاش كيتغداو لينا على هاد العواشب، ويمكن لينا نعتبرو حتى لو رونار، حتى شنا تيتغدى على العواشب، حتى هنا غنزيدو اي لو رونار. ولو كونسوماتور تغسيغ الوحيد اللي كاين هنايا راه هو لو رونار. نمشيو لا كيسيون سويفونت. قال لك لو طابلو سويفون بريزونت لا كونتيتي دي انرجي كوريسبوندون ا شاك ماي دون شين اليمونتير تيري دو ريزو تروفيك بريسيدي. دونك عندي لي كولتور، عندي لابون وعندي لو رونار. كالكولي لو روندومون دو بروديكتيفيتي، هنا قال لك لو روندومون المردوديه الانتاجيه ما بين لي بروديكتور ولي كونسوماتور بريمير، وما بين لي بروديكتور وما بين لي كونسوماتور سكوندير. دونك ندوزو نوريكم العلاقه. بالنسبه لروندومون، بالنسبه لا كيسيون قال لنا لو روندومون دو بروديكتيفيتي دانيرجي، ما قالش لنا لو روندومون دو بيوماس. تنديرو شي تمر اخر ونخدم معاكم لو روندومون، حيت كاين لو روندومون دو بيوماس وكاين لو روندومون انرجيتيك. هنا قال لنا نحسب لو روندومون انرجيتيك. بالنسبه لو روندومون انرجيتيك ما بين لي بروديكتور اي لو كونسوماتور، سي ان دائما في اي روندومون سوا انرجيتيك ولا دو بيوماس. كندير بالنسبه لو روندومون انرجيتيك كندير سميتو الماي سوبيريور على لا ماي انفيريور فوز 100. هنا الماي سوبيريور، لا ماي سوبيريور شكون هو لا ماي سوبيريور؟ البريدكتور هو الماي انفيريور، هو الحلقه الاولى. الحلقه اللي موراه هو الكونسوماتور، الكونسوماتور بريمير. يعني فاش غادي نجي ندير الغوندومون انرجيتيك غادي ندير هذيك الحلقه العليا اللي هما لي كونسوماتور، غندير لي انرجي ديال الحلقه العليا ونقسمها على لي انرجي ديال الحلقه السفلى اللي هما لي بروديكتور ونضربها في 100. هذه دائما انزوما ار 1 كتساوي لي انرجي او لي انرجي ديال لي كونسوماتور بريمير سور لي انرجي ديال لي بروديكتور فوا 100. هذه دائما ما انا قال لي ما بين لي بروديكتور وما بين لي كونسوماتور، تنشوف الحلقه العليا هنايا، الحلقه العليا هي لي كونسوماتور، يعني غندير لي انرجي ديال لي كونسوماتور 1 بريمير على لي بروديكتور اللي هما الحلقه السفلى، يعني كاينين في التحت داكو، وهي لي انرجي ديال لي بروديكتور فوا 100. هنا تطبيق عددي راه بالنسبه لي انرجي ديال الكونسوماتور بريمير هي 1.6 12 و 3 صغرتها معليش كيفاش نكتبهم.
مقسومة على 66 فاشا أو 6 مضروبة بيان سور 66 باردون هنايا مضروبة فاشا أو 6 أو هادشي كلو غنضربوه في 100. النسبة غادي تخرج لكم على ما أظن إلا حسبت مزيان غتخرج لكم 3.27 مضروبة في 10 أس ناقص 4. مهم نتوما عاودوا الحساب داكوغ، إلا نكون نسيت هاد المضروبة في 100، مهم الطريقة نحسب بهاد الطريقة، شد هذا نقسمو على هاد القيمة هادي ونضرب هنايا في 100. بالنسبة لأونتخ لي بخوديكتوغ إي لي كونسوماتوغ دو، قالينا بأن غنشوف شنيا الحلقة العليا، هنايا الحلقة العليا هي لي كونسوماتوغ، غنجيو فوق يعني ملي كنرسم هذيك البيراميد داك الهرم، الهرم شكون اللي كيكون فيه لتحت؟ لي بروديكتور، من فوق منه لي كونسوماتور بريمير، من فوق منه لي كونسوماتور سكوندار. هنا قال لك ما بين لي كونسوماتور سكوندار و بريمير و لي بروديكتور، يعني شكون الحلقة العليا هنايا هي لي كونسوماتور سكوندار، يعني غندير لينيرجي ديال لي كونسوماتور سكوندار سوغ لينيرجي ديال لي بروديكتور فوسون. وندير التطبيق راه 1032 في لينيرجي ديال لي كونسوماتور سكوندار مقسوم على 66 فاشا أو 6 مضروبة في 100، هادي راها 100 ماشي 100، هنا 100 غتخرج لكم 1.56 في 10 أس ناقص 5، هذا بوغ الكالكول. ندوزو لكاتخيام كيستيون بتيت أو، كو كونستاتي فو كونسارنو لو روندومون انيرجيتيك دون سيت شين المونتر، شنو كنلاحظو فيما يخص لو روندومون انيرجيتيك، هاد الانتاجية هاد المردودية للطاقية، شنو كنلاحظو في هاد السلسلة هادي. دونك الى لاحظتوا هنايا هنا 3، عندي 3.27 هنا 1.56 هنا ناقص 4 هنا ناقص 5، يعني لاحظتوا ان هاد لو روندوم انرجيتيك غادي تنقص من حلقه الى اخرى، الانرجي دائما كتبقى كتنقص من حلقه الى اخرى. دونك لو روندوم دو لينرجي اي فاريابل دان نيفو اي اون اوتر بيان سور مختلف et diminuer de prix du prix de pardon du producteur vers le dernier consommateur. Donc بالنسبة للإنتاجية الطاقية غادي تتنقص من المنتج حتى المستهلكون. هذا pour donc la question pour la question 4 petit A. بالنسبة ل 4 petit B comment expliquer باش كنشرحوا هاد النقصان ديال الطاقة من مستوى الى اخر، بيان سور كنشرحوا بلو بيرت ديال لينيرجي بيان سور. بالنسبة ل اون اكسبليك فو ريزولتا لي ريزولتا اوبتوني باغ لا بيرت دينيرجي دان نيفو تروفيك ا اون اوتر او كور دو لا ترانسفور دو لا ترانسفير دو لينيرجي سورتو دون لي نيفو سوبيريور دو لا شين. دونك باش كنفسرو هاد ديال هاد لا ديمينيسيون ديال لينيرجي من نيفو ا اون اوتر باغ البيرت دينيرجي، كاين ضياع ديال الطاقة، هاد الضياع كل مستوى في ديك السلسلة كياخد هذيك الانرجي وتستعملها في لي بوزوان ديالو، يعني ملي تيجيو لي كونسوماتور بريمير تياخدو ديك الانرجي تيستعملوها في لي بوزوان، تيستعملوها في لا ريسبيراسيون ديالهم في الموفمون ديالهم، كدير واحد لابارتي عاود لي كونسوماتور سكوندير بدورهم تياخدو هذيك الانرجي اللي جات من لي كونسوماتور بريمير تما تيستعملوها في الحاجيات ديالهم. دونك داكشي علاش كان كاين وكاين بيان سور ضياع ديال الطاقه، فاش غادي ياكلوا بيان سور هذيك لي كونسوماتور سكوندير غياكلوا لي كونسوماتور بريمير، اما ماشي ياكلهم كلهم مثلا غيخليو داك الريش والعظام وهذوك تما راه تيستهلكوا الطاقه. دونك هنايا كاين ضياع للطاقه. نمشيو لدانيا كيسيون، est-ce que le comportement de l'homme vis-à-vis des lapins veut parier logique et justifie. Donc quel est le d'arco elle a détecté l'insan concernant التعاليب pardon concernant l'aranib ou si bel et comme logique ou la yani الانسان كي يصيدو بزاف كما كتشوفوا هذيك الارانب و تياكلوها، واش كيبان لكم هذا التصرف الانسان لوجيك او نو ou elle a justifié votre réponse. Donc il a acheté une fois l'insan qui a eu le lapin ou la disparition du lapin qui a eu le lapin ou 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 le régime alimentaire ou le
بيان سور غيولي يتغداو لينا على لي زوازو ولا تغداو لينا على لي زوازو هذيك لي انسكت لي بارازيت لي بلونط غيكونوا ما غاديش يلقاو اللي غياكلهم وبالتالي غيوليو بكثره هذوك لي انسكت وبالتالي غيخربوا لينا المحصول الزراعي يعني غيديروا لنا واحد ديزيكيليب ناتور غيديروا لنا واحد الخلل في الطبيعه يعني هذا التصرف ني با لوجيك ديال الانسان ما خصهمش يبقاو يصيدوا داكشي علاش من الصيد ديال الارانب ما خصهمش يبقاو يصيدوا حيت يسبوا لنا اختلاف الطبيعه سكون ابل ديزيكيليب دونك هنايا كتبت لو كومبورتمون دو لون فيزافي دي لابان ني با لوجيك كار لوسكو لو مونج دي لابان فا اونتريني ان ديزيكيليب ناتوريل غيتسبب لينا في واحد الاختلال وفي في التوازن الطبيعي وهذا الشيء بيان سور غيؤدي الى ضياع كبير في المحصول الزراعي شرحت لكم كيفاش يعني ملي كضيع لنا واحد الحلقه ديك الحلقات كاملين حتى هما كيضيعوا وتيولي خلل دونك اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات نتوقف معكم هنا وكنقول لكم الى اللقاء الى حلقه مقبله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اي اقتراح كونسيرنون هاد الدرس لا فروض لا الاقتراحات الفيديوهات حطوا ليا في التعاليق راه كنقرا جميع التعاليق وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله بالخدمه والاراده غنجيبوا ان شاء الله دي بون نوت وكنقول لكم الى اللقاء الى حصه مقبله في سلسله اخرى من الفروض مزيد من الفروض ان شاء الله باذن الله.